طريقنا 7 ساعات لمدينة سيلت، ولكن لما اجى الاستعمار البريطاني جابني عندها غصب عني ابنك. هم اللي دعوا أهل بنغلاديش للإسلام. بعد ما لفينا في مدينة دكا العاصمة، حبيت أبعد شوي عن الفوضى والضجيج. سمعت عن مدينة في شمال بنغلاديش بالقرب من الحدود مع الهند، اسمها سيلت. كتير ناس بنغال نصحوني أزورها، فبدون تخطيط قررت أروح يوم أشوف شو فيها وأرجع. وصلت هلأ على محطة كومولابور، محطة القطارات الرئيسية في مدينة دكا العاصمة، وبدي أشوف وين ممكن أخذ قطار. ما عندي تيكت، ما عندي إشي. فان هذول ببيعوا التنبول. Excuse me, the train to Silet. There. Okay, thank you. الواضح انه لازم اروح على هذيك الجهة عشان اخذ تذكرة. طلع كمان غلط، لازم اروح على مكان تاني. مشكلة فيش ولا اشي بالانجليزي. Excuse me, where is Silet? Which one? It's this one? إلي تقريبا ساعة بستنى، اخيرا قرب دوري. Where are you from? I'm going to Silet. One ticket to Silet, yes. Next train. Next train. Yeah, please. It's not available. No? Standing ticket. Standing, yes. Yes. Standing ticket, no problem. One ticket? One ticket standing. 15 hours standing, no problem. Assalamu alaikum. ضحك الجمهور. 320 تذا. Here you go. Here. Thank you. Thank you very much. Have a good day. طلعنا معي تذكرة. الحمد لله. سلام. Why are you laughing? How are you? One journey standing. No problem. الواضح انه بقدر اطلع وين ما بدي بالقطار، بس لازم اضلني واقف، ممنوع اقعد. سلام. كيف حالك؟ بخير، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ بخير الحمد لله. الاولاد، طمني عن الاولاد. فينك روح انت؟ ها؟ سيلهيت فينك؟ انا في فندق. فندق؟ فندق ايه؟ مهم، جابني الزلمة على قاعة الطعام، شافني اجنبي قال تعال بقعدك عنا، وشكلي حقعد هون. رافع الكاميرا بوجهي بيصورني له نص ساعة. انا بعرف بعرف، ما في مشكلة عادي. كيف الحال؟ الحمد لله. جوردن؟ جوردن فلسطين. طلعنا من دكة، طلع القطار، طريقنا 7 ساعات لمدينة سيلت. وقفنا في محطة تانية، أتوقع محطة المطار، وبعدين طالعين على المدن الأبعد. وان نو نو تشيلي. Are you a YouTuber? I am a YouTuber, yes. Which? Say Ibn حتوتة. Sorry? Ibn حتوتة. أيوة، روح يا شيخ. I like adventure. India? India, yes. India is good, right? I was there. شنو هذا؟ Hello bro, where do you come from? I come from Jordan. And here we come to Israel. No, there is nothing called Israel, it's Palestine. Yes, we support Palestine because we are Muslim. Have any relatives in Sylhet? No. Why? مش عارف شو هذا؟ شكله معكرونة مع فلفل مع خيار.
طول الطريق الناس بالقطار عم يحكوا لي انتبه تطلع موبايلك لبرا. انا كنت مفكر قصدهم انه بخافوا يخبط التليفون بشجره تخبط ايدي بإشي، بس طلع في عندهم طريقه مشهوره للسرقه هون كانوا بينبهوني منها. بيكون حدا متخبي بين الشجرات واول ما تقرب عليه باخذ الموبايل. اي حدا بيجي هون لا تطلع موبايلك من القطار وهو ماشي. فوق قطار مين؟ مين فوق قطار مين فيه؟ علي بابا. علي بابا يقعد فوق قطار. كيف يسرق؟ يعني انا حط موبايل هنا. المهم بقول لك الناس اللي بيقعدوا على القطار من فوق بكونوا حرامية، فاذا بتمد ايدك كمان لبرا ومعك موبايل ولا كاميرا ممكن ياخذوها من فوق القطار وبعدين ينط. سوبرمان عندهم الحرامية. بعد 7 ساعات بالقطار وصلنا على مدينة سليت. سليت سليت شغل في السعودية. سيدي حق شاورما. شاورما حق بيتزا. يعمل بيتزا انت؟ ايه يعمل بيتزا على الطبق. رود على الإشارة على المطار. ايه سوا سوا على طواف استريا. انت كم سنة؟ 6 ونص. كل بنغلاديش كاين بتشتغل في السعودية ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير من مدينة سليت. طبعا انا على سطح الفندق، نزلت بفندق $20 بالليلة فيه انفينيتي بول، احلى انفينيتي بول بشوفها في كل بنغلاديش على اساس في غيرها يعني. بس خلينا ننزل على المدينة ونبدأ نستكشف. شوفوا المنظر عندي هون من الفندق، جايب المدينة كلياتها. اول شيء بتنتبه عليه انه بعكس مدينة دكة في مساحات خضرة كتير اكتر والزحمة كتير اقل، حتى الهواء شوي بتحسه أنظف، يعني ما بتحس هداك التلوث اللي كان موجود في دكة. فواضح إن طلعنا من الفوضى اللي كنا فيها وصلنا مكان جديد. توقعت أزمة أخف من هيك صراحة. بدي أبدأ يومي إنه بدي أروح على مزار ضريح للشاه جلال اللي هو كان الشخص اللي أدخل الإسلام على بنغلاديش. لما اجى على بنغلاديش كان معاه 360 داعية صوفي، هم اللي دعوا اهل بنغلاديش للاسلام بعد ما كانت ديانتهم بين البوذية والهندوسية. فعاملين له ضريح بيروحوا الناس هناك يتباركوا فيه. كل مكان بتمشي هون بتلاقي ناس بيبيعوا شاي، كله شاي طبعا لانه الشاي هي اهم زراعة موجودة. عاملين مكان خصوصي عشان يطعموا الحمام، مسكرينه ومعبى اكل للحمام. طبعا هذا لانه بيعتبروه زي صدقه جاريه، اتوقع عاملينه صدقه جاريه عن الشاه جلال. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كمان ناتشو؟ الحمد لله. الحمد لله. الاكل اللي موجود ورانا هناك للحمام بكفي يطعمي حمام العالم كله لشهرين يمكن. كمان عاملين بركة بربوا فيها السمك، اتوقع برضو يعتبر نوع من الصدقة. انا مستغرب لانه هاي العادات نفسها كنت اشوفها عند اماكن بوذية وهندوسية، اول مرة بشوفها في مزار اسلامي. بس الغريب انه المي مبينه مكرها صحيه، فانا مستغرب كيف السمك عايش فيها. المي لونها اخضر كلها اعقاب سجائر وسخ للاسف. اضاءة الشموع عند القبور اتوقع هاي عاده مسيحيه في الكنائس. أول مرة بشوفها في مزار إسلامي. هاي مية ورد أتوقع برشوها على القبر. في عنا قرآن مكتوب باللغة البنغالية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا إله إلا الله محمد. What's your country, brother?
Jordan. Oh my God, you are okay. Coming in Bangladesh from Jordan? Yes. Nice, nice. Okay, I live in Texas. So my boss is Jamini. Okay. He's a Jordan. He's a very tall guy. That's the way I gonna see the first your geography. That's the way I asked you. You come from Jordan. They are reddish. Nice. Okay, how can you find it, our Madar? Very nice place. Can I take a selfie with you, brother? Of course. Okay, thank you. Jordan brother is coming in our Sylhet for Shah Jalal Majar. 7 million subscriber. Yes, yes. You are 5 million. Much a big YouTuber. Yes. I'm shocked and I'm surprised. Oh my God. I understand that your subscribe was 2K, 3K, just like new YouTuber, but you are 2.7 million subscriber. You are much big YouTuber, man. Say hello to the 2.7 million people. Hello, 2.7 million people. Brother is too much good people. I can't believe that he was a big YouTuber and come from our Bangladesh. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz. صراحة مكان زي هيك جديد علي. كمية العادات المخلوطة ببعض عجيبة. في عنا التبارك بالقبور، في عنا تضوية الشموع عند القبر، بيرموا عليه مية زهر، بيرموا عليه عملات، بيعملوا موائد رحمن، بيستخدموا الورود اللي بيستخدموها الهندوس في أعيادهم. كمية إطعام السمك والبحيرة، إطعام الحمام، عادات مخلوطة ببعض من كمية أديان وطوائف جمعوها كلها في هذا المكان. مكم. مكم. عن جد شغلة جديدة علي. مكم. 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 مكم هي. مازر شروع هي. مكم. مكم هي. مكم. مقام. أز مقام. مقام. مكم هي. مقام هي. ماريوانا أكاشي. ماريوانا والله ما معي ما بحشش. شكرا. الله يسعدك شرفنا. وهون المحلات اللي قدام المزار ببيعوا السبح، ببيعوا مية الزهر، ببيعوا الشموع، ببيعوا الأكل للحمام، ببيعوا أكل للسمك. مش طبيعي. شوفوا هاي الشموع، تقدر تشتري شمعة كبيرة تأخذ عليها أجر أكتر. ما بعرف يعني، بس يعطيكم العافية. السلام عليكم. كيف الحال؟ لاسين. أنت مصري؟ أنا مسلم. مسلم ميشن؟ ما كنتري جوردن فلسطين. فلسطيني. فلسطين. I like you. Thank you, thank you. الزلمة هذا قال لي تعال أخذك لفة في المدينة. All city visit how much? 500. How much hours? Minimum 2 hours, 3 hours. Okay, we go tea. Yes. Tea plantation. Tea estate, Orange Garden, Monkey Hill. Oh. All said visit by the rickshaw. How much? And 500. And 7-layer tea? Yes. 7-layer tea? Yes, yes. Yalla, atla. Sit down, please. What is your country name? Jordan. First time Sylhet city visit. Very nice, Sylhet. هذا الزلمة شكله حيرافقنا طول اليوم. العجيب هون إنه الركشه بيجي إلكتريك. الزلمة ما بتعب حاله بس كبسة. شايفين؟ بيجي إلكتريك. متطورين يا عمي، مش زي دكة، مش زي دكة. سكوا is water drinks. نزلني على مكان بقول لي اسمه أكل كوا. It's good water. Yes, very good water, and everybody. In Allah. Allah yistir. Very good water. MashaAllah. Allahumma arzuqna. This is Majar. Majar. And Sylhet city. Harjat Nasiruddin. From Yemen. بقول لي هاي المي مباركة لأنها جاية عند مزار أحد الأولياء الصالحين، فبجيبها من البير تحت. My house is the lamps, few lamps. Ah, it's okay, it's okay. Thank you very much. He is dead. Maloni chora. You are the best guide, man. You are the best guide. طبعاً بالعادة الناس لما يطلعوا من المدينة زي هيك يروحوا على مزارع الشاي بيطلعوا بسيارة.
بتوك توك. انا حبيبنا الامين طلعني بالركشة تجربة 5 نجوم 80-54. مزارع الشاي هاي من 1854. هذه مزارع الشاي فيك يا بنغلاديش. طب وصلنا على مزرعة الشاي عشان ندخل. هاي المزرعة اسمها مالنتشيرا تي استيت. أول مزرعة شاي انفتحت في بنغلاديش سنة 1854. This is all tea? No, cleaning. This is cleaning. اوكي. مش عارف شو مفروض أشم بس. نبتة الشاي جزء أساسي من تاريخ سيلت. لأنه هاي المدينة ما كانت كتير مهمة بالتاريخ. ولكن لما اجى الاستعمار البريطاني اعطوها اهميه، لانه بعد ما درسوا بنغلاديش لقوا انه افضل مكان لزراعه الشاي في كل بنغلاديش هو مدينه سيلت، فعملوها زي عاصمه لزراعه الشاي، وهذا الاشي خلاها تزدهر اكثر واعطوها اهميه اكبر لحد ما صارت المدينه يعني نوعا ما مدينه مهمه في بنغلاديش اليوم. والسبب هو زراعه الشاي. Is it tea national taja? يعني كل محاصيل الشاي اللي شايفينها اجت هون بسبب هوس البريطانيين بشرب الشاي. الشمس احتدت والله حر. اوكي. What is this? ماجر. Monkey fort and favorite fort as we go to the Mazar. One piece and ten money. Is it come on? It's a monkey. Monkey. Nice. والله لطيف. هذا المكان ما لقيته ولا مكان وأنا بدور على جوجل، بس لأني طلعت مع أمين. هو بيعرف المنطقة فأخذني الأماكن اللي بيعرفها. So what is this place? This place Guhaitila. Guhaitila Mazar? Guhaitila Mazar Harjat Sastipi Rahmatullah Alayh. Harjat Sastipi Rahmatullah Alayh. يا كثر المزارات عندهم. 13 and 54. They come to share Islam. Yes. زي ما حكينا لما إجا الشاه جلال إجا معاه 360 شخص يدعو للإسلام. فمن كثر المزارات في هاي المدينة أغلبها مزارات الناس اللي إجوا يدعوا للإسلام في المنطقة، فالناس بتتبارك فيهم وبيجوا يزوروا أضرحتهم. أعطيه حبة حبة عشان شوي شوي ياخد. يو سمول. لما أعطيهم حبة حبة بصير ياخد زي العالم والناس. أيوة هيك علمهم الأدب. صديقنا أصر يعزمني على كاسة شاي، فأجينا قعدنا في مكان صغير. وإحنا ماشيين في محل شاي وقفنا وقال لي والله ما بتروح إلا ما أعطيك هدية. أعطاني شاي أخضر هدية، ما طلب إشي، حتى ما طلب أشتري من عنده، أعطاني هاي. People are very nice man, very very nice. This is plastic tree. Plastic tree? Yes, this is plastic tree. أخذني على مكان بيقول لي هاي the plastic forest. What? This is plastic forest and tea. شوفوا بيقول لي هاي شجرة بلاستيك. شوفوا هذا الاشي اللي بيطلع من الشجرة، أنا مو فاهم. حدا يفسر لي يا جماعة، أنا كل فكري البلاستيك بنطال اشي كيميائي. Let's go. You're from a worker house. Small worker house. Okay. أول مرة بشوف هذا الإشي. طبعاً أنا أول ما قال لي بلاستيك جاردن فكرت إنه في مزبلة مجمعين البلاستيك في مكان واحد، طلع إنه في شجرة بلاستيك. People here are not Muslim? No, all not Muslim. وإحنا ماشيين شفت تماثيل لآلهة هندوسية. هذا معبد هندوسي وهذيك شجرة مقدسة.
الهندوس بيمثلوا تقريبا 13% من المجتمع البنغالي، فإلهم وجود. فالهندوس هون عندهم مدارسهم الخاصة، هاي مدرسة هندوس. Very nice house. Very very nice. Two worker house. It's a many four men. دخلنا في حواري الريف خارج المدينة اللي بسكن فيها عمال مزارع الشاي. كم ناتشو؟ Every day and they make every day how much money? 50 تكا. 50 تكا every day. Every day. شوفوا هاي بيوتهم هون خارج المدينة، الطبقة الفلاحة الفقيرة بين الغابة في الجبل، وكل بيت بيكون عنده بقرة، بيكون عنده خرفان، وبيبيع الحليب وبيشتغل في مزارع الشاي، وهيك حياتهم. جوردن. جوردن. Yeah. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله حبيبي. مسلم. فلسطين. Free Palestine. Free Palestine. Thank you حبيبي. Welcome Bangladesh. Welcome Sylhet. Thank you. The country is good. Very good country. Thank you. Thank you. We are from Sylhet. السلام عليكم. السلام عليكم. Free Palestine. Free Palestine. اليوم الصبح سمعت عن شاي اسمه شاي السبع طبقات، موجود بس في هاي المدينة. هلا بتشوفوا اشي كتير غريب. وصلنا المكان اللي بيعمل 7 layer tea. شكله هو مكان واحد بس. It's only one place make 7 layer tea. Yes. World one place. هذا المحل يا جماعة. السلام عليكم. One glass 7 layer tea. One glass seven. You want? No. بده 10 دقايق عشان يحضر كاسة شاي. How do you make it? The secret. The secret. Recipe is secret. Seven test. Lemon cha, rong cha, dudh cha, green tea, rong cha, dudh cha, dudh. شوفوا الشاي كأنه طبقات جيلو. أشوف الطعم. الطبقة الأولى كأنه شاي كرك. واو مش راضي يختلط ببعضه. شوفوا شوفوا لما أشرب. لا 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 هذا سحر. This is with magic you created. Magic. واو. شوفوا قد ما حاولت مش عم يزبط أخلط الطبقات ببعض. شوفوا. عشان تعمل هذا الاشي لازم تعمل كل طبقة من الشاي إلها كثافة مختلفة وبعدين تصبهم فوق بعض. بس أنا اللي مو فاهمه كيف شو ما حركت الشاي ما عم ينخلطوا الطبقات ببعض. والله سحر يا بنغلاديش. Can I go see back? No, this is secret. Bye bye, Amin. See you next time. يعني الموضوع عن جد سري. عاملين مكان ورا ممنوع حدا يدخله اللي بحضروا فيه الشاي. ما أتوقع في حدا تاني بالعالم عمل هاي الفكرة. هازارت شاه فران. Yes, big mazar and Sylhet city. Okay. Give me from mazar holy Quran and Shah Faran. Quran. Quran. Quran? Yes, give me and you give me. I get Quran. Yes. بقول لي انزل اشتري قرآن لأننا جايين على مزار أحد الأولياء. How much? How much? 500. No. في عنا شباب راجعين لبرس. مش فاهم. أتوقع ما بزبط يرجعوا يعطوا ظهرهم للمزار. الناس بطلع من المزار بيعملوا ريفرس. So when you come inside, they give you this for free and then you pay for it. No, not free. They do business. Okay. If you don't want to buy, you can beg them. Where are you from? Palestine. فتركت القرآن جوا. مع انه في عندهم كثير مصاحف، يعني يمكن لو تبرعت فيها لاشي ثاني كان ممكن يكون افضل، الله اعلم. وكمان وانا داخل في ناس اعطوني هدول تبعون البخور ببلاش، ما فهمت. بعدين طلع انه بيستنوك تدخل جوا تتبرع فيهم وانت طالع باخذوا منك الفلوس عشان خلص تكون وقعت في الفخ. والواضح انه في نسبه من الناس هون شيعة لانه شفت اعلام مكتوب عليها يا حسين. Thank you. What is your name? سلام. قاسم. What is your country? فلسطين. فلسطين. Very good. Very good. Very good. سيلفي. اوكي يلا سيلفي.
من كثر المزارات اللي مرينا عليها هلا فهمت انه في مدينه سيلات 360 مزار، مزارات الناس اللي اجوا يدعوا للاسلام في القرن الثالث عشر. شو هذا؟ في مزار عاملين دوار. ثانك يو فيري جود 1500. ها خلصنا الجوله. اليوم بدي اروح من سيلات، بس قبل ما اروح كان في مكان اخير حبيت اجي اشوفه اسمه راتر جوت سوامب فورست، مستنقعات تقدر تدخل فيها بقوارب وجوا يعني في مناظر حلوه للغابه. جايد جايد بوت جايد يو ار بوت جايد. اخيرا شويه هدوء وطبيعه وهواء صافي. من اول ما اجيت بنغلاديش فوضى وضجة وزمامير وتعب، هلأ أخيرا عنا شوية نقاهة. طبعا أنا جاي بالموسم الغلط، أحلى وقت ينزار هذا المكان فيه لما يكون فيه أمطار موسمية، لأنه بيكون المكان أخضر من هيك، مع أنه هلأ أخضر كثير، وبكون منسوب المي كتير أعلى، مع أنه هلأ حلو صراحة. مش عارف ليه بقولوا لي أحلى بالصيف. هاي المستنقعات من المي العذبة بيعيش فيها كمية كبيرة من الحيوانات والنباتات، لأنها بيئة خصبة لترعرع الحياة البرية. فهلأ مرينا هناك، وين راحوا؟ كان في عنا مجموعة غزلان، هيهم مش حتشوفوهم على الأغلب متخبيين، هلأ بنشوف إذا لقينا غيرهم. جايد What's your name؟ عبد الرقيب. عبد الرقيب جي. مسلم؟ مسلم ما شاء الله. يو؟ نعيم أحمد. نعيم أحمد. مرجان أحمد مرجان. هذا الشجر اللي قدامنا بيكون بالعادة تحت المي لما يجي موسم الأمطار. في هذا المكان عن جد حاس حالي هيك روحي عم تعمل ديتوكس، الهدوء والصفاء، صوت العصافير زمان عنه. بتر قولي عيشة يا مر مطل مطل لغي রূপ দেখিয়া মন পিঞ্জরায় শোকের পঙ্কি জাগে পারতাম যদি তাই কাজাইতাম ওই রাতার গুলে চিনক মালা গাইতা কাটাই জীবন দিতাম তারে আমার মন বসে না শহরে পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ইয়েস ইউ আর মাই হার্ট থ্যাংক ইউ Thank you, brother. I love Palestine. Thank you. Palestine. 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 Thank you, brother. Thank you, brother. Nice to meet you guys. Thank you. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. I love you so much. Thank you. I love you too. I love you. I love you. Mwah. Mwah. Take my kiss. Photo? Background good. Okay. Brother, one selfie. Okay, selfie, selfie. Let's take selfie. Selfie too, selfie too. Medhi bhai, tumhi aisa na? Bangladesh! Yes! بعد الهدوء والصفاء تعرفنا على شباب في النهر، راح الهدوء بس يعني لطفين، ونازلين نتمشى رحلة في الطبيعة. You want to say something to my friends?
About? What about? What do you want? About Bangladesh. Bangladesh is very beautiful country. A beautiful place is Bangladeshi people, always Palestinian people, love. Thank you. Ma'a salama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? Good, how are you? Palestine. Palestine. Ya Allah. Tubu debona debona lutate dhula amar desher shamma. والله انا اجيت بالوقت الذهبي قبل ما تيجي المجموعات، لحقت استمتع بشويه هدوء وصوت عصافير وطبيعه، وبعدين اجوا المجموعات باغانيهم وازعاجهم ولطفتهم. السلام عليكم. هذيك الغابات اللي كنا فيها ورجعنا على المكان اللي بلشنا منه، واضح في باصات سياح وصلت بعد نص ساعة من أنا وصلت. أنا وصلت تقريبا الساعة 9، هم بيوصلوا الساعة 9:30، فكان عندي الوقت إني أستمتع بشوية خصوصية وهدوء، وبعدين إجوا الباصات وإجوا باقي الناس وتعرفنا عليهم. هيا بنا نعود أدراجنا مع الرياح. بعرف شو حكيت هلا، بس رجعنا إلى الشاطئ. وين التاكسي تبعي؟ اه تعال هون عبر بشاي غير تيجي عمو عبر بشاي تشك. والله شكرا. دونا بعد دونا دونا بعد. لا والله لا والله لا والله لا والله شكرا. لا ما والله بدي اروح وعرض خواتي بدي اروح يا زلمه. لا بالله عليك بالله عليك بدي اروح والله بدي اترجاء انه بدي اروح. تيجي 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 تيجي. نو ثانك يو ثانك يو. لا 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 نو لا لا فاست مينيت. ها باتر باس مني شو بدو تيكا مغير تي تي. والله ما بحكي بنغالي بس بدي اروح بدي اروح بدي ياخذني غصب عني عنده على البيت عشان يفرجي اهله انه هو معاه سائح. يا اخي بدي اروح مستعجل والله مستعجل، صار موقف 30 مرة بس بدي يفرجي الناس شوفوا معي واحد اجنبي. يا جماعة خلاص خلاص. Father, your father. طب ليش ما خدني أتعرف على أبو؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ جابني عنده غصب عني ابنك. باله ما شاء الله. Thank you very much. دونا بعد. أنا شايف على المابس عارف إنه ما خدني مكان مش الطريق الصح. غصب عني بده ياخذني عنده على البيت. يا أخي والله عندي ترويحة. يا الله. Stop, 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 stop. سليت. ها جابوا تشاغب. يا اخي ما بدي شاي. لا اله الا الله جايبني غصب عني. يا زلمه بدي اروح. لا حول ولا قوة الا بالله. قاعد بترجاي روحني قاعد ايش ايش ام الموضوع هاد؟ Very good, nice to meet you. بالو لاغلو حتشله. ابنك حتشله. ما شاء الله ما شاء الله. عمك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الا الله بقول له عندي طياره بعد ساعتين. انا كذاب، انا واحد كذاب بقول له عندي طياره بعد ساعتين عشان يروحني. مش راضي. سلام. السلام عليكم. سلام. Very good Bangladesh. Very very good. هلا خطفوني بهايتي قلنا ماشي، بس انخطف في بنغلاديش. في بنغلاديش انخطف. بنغلاديش انا مخطوف هلا. انا مخطوف صح. هيني مخطوف. صبوا لي مي، بس انا عارف هاي من مية الحنفية، اذا شربتها حتسمم. والله عارف.
من طعمها مية حنفية. حكيت له عندي حساسية من الشاي، كم كذبة بدي أكذب اليوم عشان يخليني أروح؟ شو يا شوفير؟ دعست الأواعي يا ولد. I don't want. إذا والله ما بدي. دنو بعد. نا. يا زلمة ابنك عمل حوادث. عمل حوادث ابنك. مان الوقت خلص. الوقت خلص. تايم. شايف التايم؟ شايفه؟ هذا وقت يعني مشكلة. هاي غرفتك. ما شاء الله، والله انك زلمة غانم، بس خلينا نطلع ما شاء الله فلسطين. ما شاء الله المسجد الأقصى. هذا. الأقصى. أقصى. شوفوا والله هو زلمة طيب، بس الضيافة إلها حدود. أحيانا بتصير يعني إلي تقريبا نص ساعة عم بترجع، حرفيا عم بترجع يروحني. رجعنا على المدينة، عن جد حسيت حالي مخطوف. وصلت على دكة بعد 11 ساعة، كثير طولنا. هاي غرفة الليلة $15 رهيبة صراحة، هيك صغيرة كتكوتة بس فيها كل شيء، نظيفة، حمام. مشكلة الإزعاج، سامعين برا صوت الزمامير، صوت الزمامير. بس المهم يعطيكم العافية، هاي كانت تجربتنا في مدينة سيلت في بنغلاديش. كانت برضو تجربة مختلفة عن دكة، والحلو انه شفنا شوية طبيعة وهدوء. يعطيكم العافية، نشوفكم بالفيديو الجاي. كثر الله أسفاركم، أنا بدي أنام. سلام. أي أي أي. لا اتخذت إيش هذا. Fair nice. أهم شيء فيش نواميس.